как да, что это обуфай? اس 300 اي ليه قد السما الزرقاء اي ليش وحلوه الغنية يا الله ايش هالحكي والله فاجأتني بهالزائقة الفنية فيروز ضربي واحدة لك ايو لو بشرفك سمعنا اليوم والعاني برا خلينا رايقين هون ما ناقصنا خلينا نغير جو عن الدبيك اللي عم بيصير خلي الدبيك خارج اسوار القصر والله بهي الحق معك كأنه الحال خرباني برا ما هيكي ما يقولوا ان الارهابيين اقراب وقويان على الصين هو علينا يا سيدي ما قلك خلينا رايقين واسمع فيروز وشرب هالمتي وعيرنا سكوتك الله يرحمه لبيك ويرضى عليك صار طيب اسمع الضابط الروسي هذا خروتشوف مدري بارباروف عرفته ولك يا رجل مصيبه هالعلقه كل واحد اسمه بده حلم الله لينحفيز قصدك الضابط المسؤول عن الاس 300 العمى في عيون عيون عيونك العمى ولك اسرار دوله هي وطي صوتك وطي ايه هذا هو المهم ايه شفته انا رايح اخذ اذن المغادره ووقف ودردش معي شوي شو 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 مسمعك متقول شو متقول مغادره شو 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 مغادره ودردش معها ولك ايه لا 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 لا, لا بالله بالله هيك صار بدها بريق مي جديد استنى 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 مثل ما هن خليك واقف ولا تروح لعبي الابريق وحطه على السخان خليك واقف لك يعني عفوا منك شو الغريب بتنتين شو الغريب صار لي 5 شهور ما طلعت على الضيعه والله بنتي ما شفتها من وقت ما ولدت لهلا يعني معقول تكبر وما تعرف مين بيها يعني اقل ما فيها شوفها شوي قبل ما يصير لنا شيء بتعرف شو بصراحه انا كتير متشائم والوضع ابي بشر بالخير بالمره بالمره وانا عندي احساس انه هالروس جايتين مو لخير ولك العمى في عيون عيونك العمى ولك انت واحد من دس انت واحد من دس بشرفي لسلمك بايدي الامن العسكري ولك بدك تخرب بيتنا انت لك ليش لا ليش للامن العسكري هلق بطقة قرصاصة وبخلص منك قلت لي متشائم والوضع ما يبشر بالخير بالمرة بالمرة ولك طول بالك طول بالك يا زلمي شو بالك ما نفش خلقنا رفاق نحن رفاق قوصني خليني اخلص من هالعيش قوص ولك قوص أبدك الله يلعن بيه للشيطان تعا حبيبي تعا أتقلّى تعا يا غالي تعا شوي أبدك تعا أتقلّى تعا ها كيس هيك خلص روق بس لخيي أنت بتعرف الوضع وبتعرف أنه الحيطان إلها دينات الله يلعن بي الحيطان واللي عملته فينا هالحيطان كانت للمجانين وبعدها صارت للعراعير وهلق للمخابرات قصدي لك يا أخي عجبك هيك سمعت شو حكيت والله رح تقلبنا معارضة أنا وهن لك شو كان بدي فيروز شو كان بدي قال طريق النحل والسما زرقاء ولك شيل 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 لي هالموسيقى شيل لي اياها حط هذا الشريط حط خوط خوط حطها هات شوف شلون هلق ها اسمع هلق شوف كيف المزاج بيتعدل وكل هاي الأفكار المغرضة بتطلع من راسك وبترجع المياه لسواقيها ومجاريها ايه على فكرة كنت بعرف انك ما تمزح وانك مستحيل تقوصني او تسلمني للأمن العسكري طبعا بس بتعرف شو بلحظة حسيت انه الواحد بطل له صاحب بهالزمن العاطل مشان هيك حكيت لك عن الروس خلاص عمي بلاها السيري الله يلعن بي المتي كله من المتي كان يعني مهم كتير تغير البريق كنت خليتني كمل هالسيرة ويا دار ما دخلك شر ايه والله فعلا كمل السيرة كمل اخي وين كنا ايه كنت بقول اني دردشت انا والروسي تبع الاس 300 لا اله الا الله سبحانك تعالى ولك بلاها المعلومات العسكرية بلاها ما قلنا من الصباح بلاها طيب المهم قال لي انه منه ما يحب الاكل هون وانه مقضية جوعة طلع ابي احب ياكل البرغيل العم في عيونه ما يجحشو اي شفت بالله لكان دخلاك وهذا الفدان شو بيحب ياكي قال هن بروسيا ايه بيحبوا السمك واللحم المجفف الله يرحمه لجدك وعندهم شيء اسمه العصيدي مثل الشوربه
بس تيجي أسمك شوي. شو متقلي سمك؟ ولا ولا مين معه حق سمك هالأيام؟ وخلص بقى يفتح له علبة سردين ويخلصنا. لا وكمان يشرب شوربة دجاج قال عصيدي قال. بس تعال شوف تعال تقلب. يعني هو بيحكي عربي؟ إيه بالله بيحكي عربي أحسن مني ومنه. والله أنا تفاجأت، بس الكر أبي يعرف يقول جعيفورة ضليت يصلحه ما كان يعرف يقولها، ضليت صلح له إياها ما كان يعرف يقولها. جعيفورة. الله يلعن بي الشيطان، والله العظيم إنك شهيتني شهيتني والله والله شهيتني. قم 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 ولا قم عزمك على جعيفورة، قم هلق هلق يلا عزمني على جعيفورة. لك لك ليه أنت فيك تدوس برا هالبوابة؟ قعود قعود قرقع متي، هاي البريق ما يبقبيش. إيه بالله معك حق. شي بعرفني يا رجل. على كلين عي بدها تفرج. قلت اللي بدها تفرج. ايه. لكان لكان ايه. بس ليك أماني أماني ايه مو. إذا أعطوك إذن بالمغادرة حلفتك بالغالي ابن الغالي إنك تجيب لي معك كم شغلي من الضيعة عزوقك. ليك شو أبديك تتغلى أبديك تجيب شي فوق طاقتك، يعني الحال من بعضه اللي بتقدر عليه يجيبه. هلا هنن يوافقوا ايه وتكرم عين عين عينك. صب متي تقلب. والله إذا وافقوا لحتى جيب لك. في العالم ريدي أمرك حتى الدجاج ويا بيض أمرك أمرك تشري علينا بأمرك أم هير أم ذير أم تيك تيك دام أم إفري وير أمرك في أمريكا.